بناء على توجيهات سيدي سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، تم التخصيص 146 وظيفة مقسمة 6 وظائف ذوي الإعاقة، 20 وظيفة تخصيص للضباط المواطنين سواء كانوا ذكور أو إناث، و 120 وظيفة لصف الضباط والأفراد من الذكور والإناث. طبعا أول ما دشيت القيادة شرطة دبي سجلت، والحمد لله كان التسجيل وايد سهل، وعقب انتقلت للبحث الجنائي يعني الفترة كانت بسيطة والأسئلة سريعة، يعني كل شيء سريع كان، وعقب انتقلنا للامتحان والامتحان كان أسهل والأسئلة مميزة وسهلة، المقابلة الذكية كانت سهلة والأسئلة بعد، وما في شيء صعب.